بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض النهاردة كورس الجي كويري. هنكمل مع بعض النهاردة بقية الكاستم سيلكتور. تمام، زي ما احنا شايفين دي صفحة ال HTML اللي هنشتغل عليها ان شاء الله النهاردة. عندنا فورم عادية، تمام، الفورم جواها هيدر، هيدر 1، بعد كده عندنا تيبل، التيبل دوت اللي هو كل التيبل دوت جواه تي ار، التي ار جواه كذا تي دي، اول تي دي ليبل نيم، بعد كده عندنا تكست بوكس، التكست بوكس الاولانيه ديسيبلد يعني ما اعرفش اكتب فيها اي حاجه انا عايزها، تمام. بعد كده عندنا تكست بوكس تانية فاضيه مش واخده اتريبيوت، بعد كده عندنا تالت تكست بوكس مش ظاهر ديسبلاي بنون، تمام. ده كده اول رو. تاني رو عندنا راديو بوتون، الراديو بوتون الاولاني معمول له تشيكد والتاني مش معمول له تشيكد، تمام. تالت راديو بوتون، تالت رو عندنا عبارة عن تشيك بوكسز، أول واحد معمول له تشيكد، تمام. رابع رو هنتكلم معاه النهاردة اللي هو السيتي، عبارة عن سيلكت، أول فاليو لي اللي هو الأوبشن الأولاني منصورة معمول له سيلكتد والباقي مش معمول له سيلكتد. بعد كده عندنا اتنين باراجرافز. ماشي، هنكمل مع بعض ايه حاجتنا النهارده. ده التيبل طبعا اللي احنا متفقين عليه وواخد الستايل بتاعه. ماشي، نكتب بقى الجافا سكريبت بتاعتنا. اول حاجه هنكمل بقيتها النهارده الكاستم سيلكتور، هنتكلم عن السيلكتد. عندي زي ما احنا متفقين السيلكتد، السيلكت تاج اللي هي عباره عن السيتي منصوره واليكس وكايرو، اول واحد معمول له سيلكتد. طب لو انا عايز اعمل سيلكتد اندكس تشينج على السيلكت دي واشوف مين اللي معمول لها سيلكت، هقول له السيلكت الفلانيه دوت تشينج، لما نتكلم على الايفنت طبعا هيبان ده الايفنت سيلكتد اندكس تشينج، هقول له كول فانكشن معين. مش عندنا حاجه في الفاير باج او في اي حاجه هنتست بيها الجافا سكريبت بتاعتنا، حاجه اسمها كونسول دوت لوج. الكونسول دوت لوج زي هنشوفه دلوقتي مع بعض، بقول له دولار ساين زيس اللي هي الاوبشن اللي انا جبتها دلوقتي دوت فايند، لو معمول لها سيلكتد هات لي التكست بتاع. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي سيلكت معينه هفاير السيلكتد اندكس تشينج بتاعها وهدور على الاوبشن الفلانيه اللي واخده سيلكتد هجيب التكست بتاعها. ماشي، لو جينا عملنا ريفرش ورحنا زي ما احنا شايفين تحت ده الفاير باج، الكونسول اول تابة، لو اخترنا من هنا اليكس هنلاقي مكتوب اليكس، لو اخترنا الكايرو هنلاقي جه في الكونسول كايرو، ده الكونسول لوج بتاعنا، لو اخترنا منصورة هنلاقي منصور. يبقى اول حاجة اتعلمناها مع بعض النهاردة الكونسول دوت لوج، وازاي اعمل فلتر سيلكتد على سيلكتد اندكس تشينج بتاع التاج سيلكت. ماشي، تاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة اللي تشيكد. زي ما احنا شفنا في الاول عندنا الراديو باتون، اول راديو باتون معمول له تشيك، وكذلك التشيك بوكسز اول تشيك بوكس معمول لها تشيك. مش طيب لو انا عايز اوصل للي معمول له تشيك دوت واعمل عليه حاجه معين، هقول له الانبوتس اللي معمول لها تشيك اعمل عليها حاجه معين اللي هي ايه. زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت الميثود راب، هراب اللي تشيك دوت في سبان، تمام. يبقى انا كده حطيت اللي تشيكد في سبان، وبعدين هطلع للبيرنت بتاع اللي تشيكد دوت واقول له اعمل عليه سي اس اس معين اللي هو سي باك جراوند كولر خليه مثلا ريد. يبقى انا هعمل راب للي تشيكد انبوت دوت، وبعدين هطلع للبيرنت بتاعه اعمل عليه سي اس اس ستايل. لو جينا عملنا ريفرش هنلاقي فعلا اللي معمول له تشيكد سواء راديو باتون او تشيك بوكسز عمل له تشيكد، فعمل له راب في سبان. لو جينا عملنا كليك يمين انسبكت المنت هنلاقي فعلا الراديو باتون اللي معمول له تشيكد اتراب في سبان، يعني اتحط البيرنت بتاعه بقى سبان والسبان بقت واخده ريد باك جراوند ريد، وكذلك التشيك بوكس، تمام. تالت حاجه هنتكلم فيها النهارده اللي هي الديسيبلد. زي ما احنا شفنا في الاول عندنا تكست بوكس واخده ديسيبلد، عايز اوصل التكست بوكس دي واعمل عليها حاجه معين. لو احنا قلنا دولار ساين
تكست يبقى احنا كده وصلنا لكل التكست. انما لو قلنا disable يبقى انا عايز التكست المعمول لها disable هقول مثلا الفاليو بتاعتها اللي هو الاتريبيوت فاليو، هقول له this is disabled text، وبعدين هقول له ايه، هقول له say مثلا اعمل عليها css style معين اللي هو الباكجراوند سلاش color وليكن gray، ولا خليه color. تمام، يبقى انا عايز الكلر اللي هيتكتب بيه التكست دوت لونه جراي، ماشي، وفي نفس الوقت اسمه this is disabled text ولونه جراي، ماشي. لو جينا عملنا ريفرش هنلاقي فعلا التكست disabled انا مش عارف اكتب فيه اهو، اللي انا وصلت له اسمه this is disabled text ولون المكتوب لونه جراي. تمام، عملنا inspect element هنلاقي ال disabled دوت اللي هو موجود في اول رو، في تاني تي دي disabled واخد style color بجري. تمام، يبقى دي تالت حاجة اتكلمنا عليها النهاردة، مش رابع حاجة انا عايز اوصل للتكست ال enabled بقى enabled نفس الفكرة بالظبط، هاخد ده كده copy و paste واقول له ال enabled دوت خليه this is enabled text وخليه لي color بتاعه مثلا red. لو جينا عملنا ريفرش هنلاقي التكست التاني اللي هو ريد اللي هو قصدي انيبولد، لو عملنا انسبكت element دوت مش واخد disabled يعني باي ديفولت انيبولد. تمام، واخد الكالر بتاعه نوعه او لونه ريد. ماشي، عندنا خامس حاجة هنتكلم فيها النهاردة اللي هي الفيزيبل. تمام، لو جينا خدنا نفس الفكرة دي بالظبط وقلنا دوت enabled كمان visible. تمام، this is زي ما هو مثلا enabled item بس هنقول الكالر دوت بقى blue مثلا. ماشي، يبقى انا عايز ال enabled ال visible. لو جينا عملنا refresh هنلاقي دوت بقى لونه ازرق، بس في نفس الوقت عندنا في نهاية تانية اللي هي disable display none مش ظاهرة، واخدة red. واخدة red ليه؟ لأن احنا قلنا ال enabled وال disabled هو الوقت مش ظاهر يعني hidden بس enabled، فبالتالي واخد red. آخر حاجة عملنا عليها effect واخد red اللي هو مش ظاهر. لو جينا عملنا بدل display none عملنا display block block، هنلاقي ان التكست اللي كان مخفي واخد color red. مش يبقى تالت حاجة عملناها اللي هي visible، يبقى التكست ال enabled وفي نفس الوقت visible خليه لونه blue اللي هو تالت واحد ده. خامس سادس حاجة هنتكلم عليها اللي هي ال hidden. لو قلنا نفس دي كده بالظبط وقلنا بدل visible هنقول ال hidden يعني التكست enabled بس hidden مخفي، هنقول مثلا دوت لونه بلاك مثلا. لو جينا عملنا ريفرش وبصينا على تيديهاية اخر تيديهاية اللي هي فيها input type text بس display none مخفي واخد color بلاك، لو عملنا بلوك ظهرناه هنا هنلاقيه فعلا واخد بلاك. تمام، يبقى احنا الحاجات اللي احنا قلناها لحد دلوقتي اللي هي ال enabled وال visible وال hidden. ال enabled اللي هو مش واخد attribute disabled عملنا عليه effect معين بعد ما وصلنا له، بعد كده قلنا ال visible التكست ال enabled وفي نفس الوقت visible عملنا عليه effect معين، وال enabled بس مش ظاهر hidden عملنا عليه effect تاني. مش مكملين مع بعض كلامنا، هنشوف دلوقتي ال header ازاي اتعامل مع ال header. سابع حاجة لو قلنا دولار ساين نقطتين هيدر، الهيدر ده انا عايز اعمل عليه سي اس اس معين. تمام، بس السي اس اس دوت انا عايز اديله اكتر من كلاس، فقلنا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت بحطه في قوسين مجموعه واقول القيمه الاولانيه والقيمه الثانيه لو انا عايز اكتر. اقول له مثلا باك جراوند سلاش كولر اقول له يلو،
وفي نفس الوقت هقول له تكست مثلا align، ده طبعا CSS center. يبقى انا بقول له الباك جراوند بتاع الهيدر دوت يلو، وفي نفس الوقت عايز ادي تكست align بسنتر. ماشي، لو جينا عملنا ريفرش هنلاقي في حاجة غلط. لو بصينا للكونسول، الكونسول بيجيب الايرور، هنلاقينا حاطين كوما بدل الدبل كوتس. هنا احنا حطينا دبل كوتس نقطتين فوق بعض، هنا هنحط نقطتين فوق بعض، دبل دوتس قصدي. يبقى احنا هنا نحط نقطتين فوق بعض مش كوما. تمام، لو جينا عملنا ريفريش هنلاقي فعلا الهيدر ظاهر، الباك جراوند بتاعه واخد يلو. تمام، وفي نفس الوقت التكست اونلاين سنتر. ماشي، تامن حاجة هنتكلم عليها النهاردة يا شباب اللي هي النوت. لو قلت انا عايز اعمل افكت معين على كل الروز اللي جوه الماي تيبل او اللي جوه التيبل الفلاني ما عدا اول رو بس باستخدام النوت فانكشن او النوت سيلكتور، يبقى انا عندي الدولار ساين هقول له الماي تيبل الفلاني. تمام، بس جوه تي ارج كلها انا مش عايز اول تشايلد فيرست تشايلد. يبقى انا كده التي ار وصلت لكل الروز اللي جوه الماي تيبل، بس انا مش عايز الفيرست تشايلد باستخدام ايه النوت فانكشن. هقول له ديف سي اس اس كلاس، هقول له الباك جراوند كولر اديله يا سيدي بينك. يبقى انا كده وصلت للروز ما عدا اول واحد واديت لهم باك جراوند كولر بينك. لو جينا عملنا ريفرش هنلاقي فعلا كل الروز خدت بينك ما عدا اول واحد. ماشي، يبقى احنا كده استخدمنا النوت فانكشن. تمام، تاسع حاجة هنتكلم فيها اللي هي الكونتين. كونتينز عندنا باراجرافين في الاخر، في باراجراف بيحتوي على كلمة الفا والتاني مش بيحتوي على كلمة الفا. ازاي اعمل افكت على الباراجراف اللي فيه كلمة الفا بس؟ مش هنقول له دولار ساين عندنا باراجراف contains alpha، عايز اعمل على الباراجراف دوت افكت معين. هقول له وليكن الباكجراوند سلاش كولر كولر و ريد. ماشي، يبقى انا وصلت للباراجراف اللي بيحتوي على كلمة الفا وعملت عليه افكت معين. لو جينا عملنا ريفرش هنلاقي فعلا الباراجراف اللي فيه كلمة الفا هو اللي اتعمل باللون اللي انا عايزه. تمام، طيب كده عرفنا الكونتينز. لو جينا نتكلم على حاجة اخر حاجة اللي هي الهاز. انا عندي كل دي تي ارز ما بتحتويش على باراجراف ما عدا اخر تي ار. لو انا قلت له عايز التي ار اللي بيحتوي على باراجراف بس اعمل عليه افكت معين. لو قلت له تي ار اللي هاز باراجراف عايز اعمل عليه افكت معين، هاز element معين يعني التي ار ده جواه element معين انا عايزه، فهقول له ضيف له سي اس اس. ماشي، هقول له مثلا باك جراوند سلاش كولر و يلو. هقول له التي ار الفلاني اللي جواه باراجراف ضيف لي افكت عليه او اعمل اي حاجة انت عايزها عليه باك جراوند كولر يلو. تمام، لو جينا عملنا ريفرش هنلاقي فعلا اخر رو اللي هو جواه الباراجرافات الوحيد اللي جواه الباراجرافات اتعمل عليه الافكت اللي انا عايزه. تمام، هنكمل مع بعض ان شاء الله المحاضرة الجاية، ونبدأ بقى في الجد إن شاء الله المرة الجاية ببداية الأتريبيوت. أشوفكم على خير إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.